السلام عليكم الخوت، امسيه سعيده. المهم هذا النهار درت هذا اللايف هذا باش نشكركم بزاف على السيبور ديالكم، على الدعم والتشجيع ديالكم. الحمد لله هذا النهار كملنا 700,000 جايين في لاباج اوفيسيال فيسبوك، وما بقى لنا والو في لاشين في اليوتيوب. نكملوا ان شاء الله 500,000 جيم. درت هذا اللايف باش نشكركم اول حاجه، وثاني حاجه بمناسبه هاد النجاح اللي حققناه، اللي حققته لاباج ديال هشام ملولي. كما كتعرفوا هاد لاباج حنا دايرينها في اطار مساعده الناس، كنعاونوا الشباب، كنستقطبوا الشباب من الشارع، الشباب اللي مبلي الله يعفو عليه كنستقطبوه باش يتريني، والناس اللي كيترينيو كنزيدو نحبوهم في لونطريمون. تقدر تكون جماعة عندكش مع هشام ملولي، ولكن هاد لاباج هادي كتعاون الناس باش يترينو، ما كديرش شي حاجه اللي هي خايبه. لهذا وبهاد المناسبه هادي قررت انني غادي ندير واحد القرعه باش غادي يكون الفوز ديالها غادي تكون قررت باش من هنا عند مسابقه فيها 10 ايام. فهاد 10 ايام هادي هاد لا فيديو اللي في فيسبوك دابا، ماشي لا فيديو اللي في اليوتيوب، ماشي لا فيديو اللي في الانستغرام، لا فيديو اللي في الفيسبوك، اللي في لاباج اوفيسيال فيسبوك اللي فيها 700,000 متابع وصلنا لها دابا. هاد لا فيديو هادي اللي مشات كملات في ظرف 10 ايام 10,000 بارطاج، غادي تكون غادي نديرو قرعه، نديرو قرعه، واللي غادي يربح غادي يربح معانا جائزه نقديه عباره عن 2000 درهم، ويربح معانا بروتين بروستار من عند جينز كورنر. بروتين من عند جينز كورنر، وغادي يربح معانا 2000 درهم جائزه نقديه كاش. وغادي نجي ندوز معاه النهار كامل، غنصورو فلوق، غادي ندوز معاه النهار كامل على حسابي. غادي نمشيو غناكلو مجموعين، غنتساراو وغادي نترينيو فيه، غادي ندوز معايا النهار وفي اي بلاصه في المغرب، ماشي ضروري كازا ولا فاس، فين ما كان هذا اللي غطلع فيه القرعه. واخا يكون حتى في العيون غادي نمشي عندو، غادي ندوز نهار معاه ويدوز معايا النهار، وغادي نضحكو ونشطو وغادي نصورو الفلوق ان شاء الله. ولا كانت عندو شي موهبه غادي نعاونو فيها، ولا كانت عندو شي باج غنعاونو فيها، ولا كانت عندو شي قناه في اليوتيوب غادي نعاونو فيها. المهم كيفاش الطريقه ديال المشاركه في هذه القرعه؟ هذه المشاركه في القرعه ديال هذه خاصك تخلي طاغي 5 ديال صحابك في كومونتير في هذا اللايف هذا اللي فيسبوك، تخلي لنا 5 ديال صحابك في كومونتير. وكل ما كثرتي، كل ما ماركيتي صحابك بزاف، كل ما خليتي لي كومونتير بزاف، كل كومونتير فيه 5 صحابك. كل ما كتكون عندك حظوظ اللي يكون اكتيف واللي اكتيف معنا في لاباج من ديما غادي يربح. كاين اللي يقول لي وفي ظرف هاد 10 ايام هادي، انت 10 ايام توصل هاد لا فيديو اللي في اليوتيوب 10,000 بارطاج، جائزه ماليه عباره عن 2000 درهم بروتين بروستار وي، ونجي ندوز معاه النهار كامل على حسابي. ولكن الا مشات في هاد الظرف ديال 10 ايام وصلت لاباج دابا فيها 700,000 جيم، هاد الجائزه بمناسبه 700,000 جيم، الا مشات وصلت ل 800,000 جيم غتولي الجائزه عباره عن 3000 درهم، ولا مشات وصلت لاباج ل 900,000 جيم غتولي الجائزه عباره عن 4000 درهم، ولا وصلت لاباج المليون غتولي الجائزه عباره عن 5000 درهم في ظرف 10 ايام. كاين اللي يقول لي هشام ملولي 10,000 بارطاج راها بزاف، خوتي 10,000 بارطاج راه ماشي بزاف، لحقاش لاباج فيها 700,000 جيم، 10,000 بارطاج كيعني فينا هي 690,000 واحد، إذن حنا بحال اللي كنطلبوا وقيله ما وصلش حتى 1%، 1% من لاباج، حنا تنطلبوا من 1% ديال من لاباج يدير بارطاجي، 10,000 بارطاج لاباج راه فيها 700,000 جيم، إذن فينا هي 690,000 واحد، إذن ماشي بزاف. كاين اللي يقول لي هشام ملولي كتستغل بغيتي دير لا بوبليسيتي لاباج ديالك، ايه كندير لا بوبليسيتي لاباج ديالي، شنو فيها؟ شنو فيها اللي دعمتي لاباج تكبر؟ هادي باج رياضية، باج كتشجع الشباب، باج تحفيزية، باج كتهضر على الرياضة، كتبين كتعطي صورة زوينة على الشباب المغربي، ما كنبينوش حاجة اللي خايبة على المغرب، لهذا ما فيها باش توصل ل 10 المليون، لو وصلت لاباج ل 10 ديال المليون ديال المتابعين فين هو المشكل؟ ومليون ديال المتابعين راه المغرب كيقول فيه 40 مليون نسمة، واخا المغرب راه فيه كثر، هادو الاحصائيات ديال شحال هادي بلا اللي ما محصيش وبلا بلا وبلا وبلا، تلقى واحد 60 مليون كاينه في المغرب ولا 50 مليون. المهم 40 مليون المغاربة، الا كانت عندي مليون في لاباج بحال عندي 1% عاوتاني من المغاربة، بحال عندي 10% من المغاربة، باش نكونوا متفقين. كاين اللي يقول لك لا كتبغي دير بيبليسيتي، كنبغي ندير بيبليسيتي، وفقط ما نمشي ندير الا بغيت ندير بيبليسيتي نمشي ندير سبونسوريزي لاباج، نخلص خمس عليها 5000 درهم تقدر توصل لجوج ديال المليون ديال المتابعين، تمشي تقدر توصل حتى لجوج ديال المليون ديال المتابعين فيسبوك. ولكن علاش انا غادي نخلص ماركي ديال لا بيبليسيتي؟ انا بغيت شي واحد مولات الشعب يربح،
خويا انت اللي كان عندك فلوس كتقول وين اش ندير بهذا الربح هذا، ولا كتقول شنو هي 2000 درهم ولا شنو هي 3000 درهم ولا شنو هي 4000 درهم ولا شنو هي 5000 درهم، ما فيها بس تعاون واحد اخر راه بحاجه ليها. وهذا الشيء غير تشجيع وتحفيز. الناس اللي عندهم الفلوس صحاب الشركات اللي كتشوف ديروا بيبليسيتي غاليه، بقاو ديروا مسابقات للشباب، عيطوا الشباب يجيو ديروا لهم مسابقات فيها واحد المليون ولا واحد جوج المليون يجيو تشوفوا احسن بيبليسيتي بلا ما تخلص انت 50 مليون الشركات ديال البيبليسيتي وديكش. جيبي الدراري دير لهم واحد المليون ولا جوج ديال الربح، توصل لك واحد لابيبليسيتي اللي خياليه، يوم انني تفيد واحد ولاد الشعب دير واحد المليون ولا جوج راه بحاجه ليها، ولاد الشعب بحاجه ليها. والدراري انا ديجا درت، كنت درت واحد المسابقه ديال بوش اب كانت فيها جائزه نقديه وكان فيها بروتين الحمد لله عطيت الكلمه وكنوفي بها، كانت تقريبا فيها شي 2000 درهم ديال الربح، 500 درهم ولا 600 درهم كانت كاش فلوس، وكانوا جوج ديال البروتين ب 800 درهم الواحد، اذن راه شي 2200 درهم هادي. وربحوها الدراري ديك النهار عاوتاني في عيد ميلاد ديالي، درت واحد المسابقه ديال واحد الجائزه نقديه وربحوا الدراري، راه كانوا اللي حاضرين راه شافوها. شي حاجه كنقولوها كنقدوا بها واخا جائزه نقديه غير بسيطه، ولكن كنقولوا شي كلمه كنقدوا بها. فاش كان عندي مسابقه ديال شنو سميتو ديال لي بروتيين ديال اش ترينيو تستافد معايا شاملوا لي في رمضان، اللي شاركوا في لي كومونتير قلت غادي يربحوا معنا بروتيين وربحوا معنا الدراري بروتيين. اذا فاش كنعطي الكلمه كنقد بها. اذا هاد لا فيديو شوف ماشي الفيديو اللي في اليوتيوب ماشي اللي في الانستغرام، هاد لا فيديو هادي اللي دابا دايرينها فيسبوك اللي في لاباج هادي توصل ل 10000 بارطاج في ظرف 10 ايام. لو وصلت 10000 بارطاج في ظرف 10 ايام اذا غنهزو واحد، ولكن طريقة المشاركة ماشي تخلي لنا كومونتير، طاقي خمسة ديال صحابك في كومونتير في هاد لا فيديو هادي، طاقي لنا خمسة صحابك في كومونتير غادي تربح معانا جائزة نقدية ديال 2000 درهم وبروتين بروستار واي اللي هو هذا هو هذا من عند كانز كورنر، وغادي تربح معانا. غادي نجي عندك غندوز معاك النهار كامل على حسابي، نصور فلوج وغتريني معايا وغادي نتسارى مجموعين وغتاكل معايا واي حاجه معايا، ولا كانت عندك شي موهبه نبينوها لك، ولا كانت عندك شي شين نعاونك فيها في اليوتيوب، ولا كانت عندك شي باج تاهي نعاونك فيها. المهم هذا جهدي عليكم، وكما كنقول لكم في ظرف 10 ايام لو وصلت لاباج ل 800000 غتولي الجائزه الماليه 3000 درهم، ولو وصلت لاباج 900000 غتولي الجائزه 4000 درهم، ولو وصلت لاباج المليون غتولي الجائزه 5000 درهم. وان شاء الله عاوتاني ملي توصل لاشين في اليوتيوب توصل 500 قريبا 500000 متابع، نص مليون. فاش توصل نص مليون عاوتاني نديرو جائزه اخرى فيها شي مبلغ نقدي عاوتاني. ماشي نقول عليكم زعما راه غنعطي فلوس راني واعر، هاد الفلوس هادي من عندكم بالتشجيع ديالكم، نهزوها من الفلوس ديال 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 الربح ديال اليوتيوب، وغادي نعطيها لخوتي ولاد الشعب من الاخر باش نجيكم من الاخر. لهذا انا قلت لكم طاقيو صحابكم خمسه ديال صحابكم في كومونتير في هاد الفيديو هادي، ملي توصل 10000 بارطاج حنا كندعمو ولاد الشعب. ها باش نقول لكم، ولا باج لو وصلت للمليون كاين اللي ما يحملنيش يقول لك اه توصل للمليون ديجا راه فيها 700000، بحال 700000 بحال المليون، ولا شحال تولي من 700000 للمليون راه غير 300000 واحد. قلت لك مشيت خلص 5000 درهم درت سبونسوريتي في فيسبوك راه تقدر توصل لي حتى لجوج ديال المليون. ولكن انا بغيت نجمع ولاد الشعب، انا بغيت شي واحد من ولاد الشعب يربح عادي، غنمشي نخلص مارك يدير ليا بيبليسيتي في فيسبوك، اللهم شي واحد من ولاد الشعب. ومنيت من الدراري منا كنتحفزو كنموتيفاو وكنموتيفو بعضياتنا، عندنا اباء في لاباج، عندنا عائلات كما كتشوفوا العائلات والاباء والامهات والناس كبار، ولا عندكم خوتكم وعندكم ولادكم راه كتشوفوا راه هاد لاباج كدعم الشباب، كتنقدهم من البلية، كتعاونهم بزاف ديال الحوايج، واخا تاني ما كيدرينيش كنعاونو غير بسيشيكمون باش تكون عندو الثقة في النفس، وكنزرع فيه روح ديال القتال وديال يعتمد على راسو، بادم يعتمد على راسو ويكون مقاتل وما يبقاش شاكل على والديه. هاد لاباج موتيفاسيونيل 100%، راه هاد لاباج ما كاينينش في المغرب بزاف، هاد لاباج بحال هكا قلالين في العالم العربي ماشي في المغرب. لهذا دعموا هاد لاباج باش النهار هشام ملولي ينوض ويهضر على ولاد الشعب، يقول لهم ولاد الشعب بغاو دي بارك، ولاد الشعب بغاو مسابقات، ولاد الشعب بغاو ولاد الشعب الرياضيين بغاو، يقول لي شكون انت اللي كتهضر؟ نقول لهم انا اللي كنهضر راه عندي مليون ديال الناس دايره فيا الثقه، كنهضر باسم ديال مليون ديال الناس عندي. لهذا انتوما شجعوني ودعموني وانا اللي عليا عاوتاني كندعمكم ونشجعكم من جهتي. لهذا الخوت باش ما نطولش عليكم، هاد الفيديو هادي دابا اللي في فيسبوك ماشي اللي في الانستغرام، لاخاطر دابا داير الناس الانستغرام دوزوا عندي لاباج اوفيسيال فيسبوك اللي هي هشام ملولي وبالعربيه وبالفرنسي وراه فيها العلامه الزرقاء راه فيريفي. والناس اللي في اليوتيوب دوزوا راه تلقاو اللين ديال لاباج في الديسكريبسيون، غادي تدخلوا له
غيديكم لاباج ديريكتومون غادي تمشيو لهاد لا فيديو هادي فاش توصل ل 10000 بارطاج في ظرف ديال 10 ايام غادي يربح معانا 2000 درهم و بروتين بروستار واي وغادي نجي ندوز معاه النهار كامل ولا وصلت ل 800000 جيم في 10 ايام غتولي الجائزه 3000 درهم لو وصلت ل 900000 غتولي 4000 درهم ولا وصلت للمليون تولي الجائزه هي 5000 درهم لهذا الطريقه ديال المسابقه خليوني طاقيو خمسه تصحابكم في كومونتير يلا الخوت ما نطولش عليكم وتهلاو في راسكم وكثروا 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 من لي كومونتير وطاقيو صحابكم بزاف بزاف السلام عليكم الخوت.